احمد عاد غلط نلعبها من وراك انت خربطتين قلت لك من انت تجاوبين غلط احنا ايش سوينا اخر شيء اصبر اذا نتذكر هلا حبايبي شلونكم اخباركم ان شاء الله كلكم بخير حفظت المقدمه طبعا وياكم نور الهدى اليوم الفيديو راح يكون عباره عن تحدي غريب ما اعرف اذا اكو احد قبلي باليوتيوب مسوي يعني يوتيوبر وهيج صراحه بارحه بالليل كنت انا وفكرت بيه وقلت خلينا نسوي هو غريب نوعا ما بس راح نطبقه التحدي هو عباره عن بيني وبين رحمه كل شخص بينا راح يسال الثاني اسئله عامه منوعه وراح يعطيه خيارات يعني مثلا انا اسال رحمه فالسؤال واعطيها خيارات هي لازم تختار اختيار واحد من دول الاختيارات واذا كان صح فخلص تروح السؤال ورا اذا كان غلط فايش راح اسوي راح اشخبط على وجهها بالالوان اللي اريدها وبالشكل اللي اريده وحتى اذا اريد اكتب الشيء اللي اريده صراحه التحدي كلش حبيته وبالإضافة لأنه إن شاء الله ما تكون معلوماتنا العامة صفر لأنه فشلة سو حبايبي أكيد قبل أن نبدي لا تنسون كالعادة تخلون لايك وتشتركون بقناتي وتفعلون جرس الإشعارات على مود يوصلكم كل جديد وتتابعوني على الإنستغرام لأنه هناك أسوي إحصائيات وأشوف شنو الفكرة اللي تريدوها للفيديو الجاي وأكثر فكرة تجمع أصوات فهي هاي اللي أطبقها فتابعوني هناك إنستغرام سناب شات وتيك توك ويلا نبدي التحدي اوكي حبايبي طبعا مثل ما تشوفون جبنا الالوان جبنا لون فسفوري وردي واصفر فسفوري واخضر فسفوري وبنفسجي واي لاينر ما اعرف رحمه جابته بس معدي وقلم ازرق وقلم ابيض واحمر وجبنا فرشه اوكي على مود جبتي وليس جبنه اللون بيها على وجهنا بالاكريليك شوفوا صدمة كبيرة خلينا نشوف كل واحد معلوماته طبعا هذا الاختبار يعتمد على كل واحد ومعلوماته العامة شقد بالمية اذا معلوماته فول فراح ينجي من هالالوان واذا مو زينة ما راح ينجي وجزء اكتب او عليش مارد خلوهم فاضية ابقوا شوفوا الفيديو للنهاية على مود تنصدمون ايش راح اسوي بوجه رحمه لانه اكيد انا فايزة الله عليك لتجيبين اسئلة صعبة وتتقصدين تتفلسفين وتجيبين بهالاسئلة انا مالي علاقة انا حنطي السؤال وراح انطيك ويا اختيارات ولازم انتي تختارين يعني الجواب. انا هم راح اجيب لك خوش اسئله انه عادي راح اشخبط على وجهنا اثنيناتنا اليوم. ميك اب هذا الحلو راح يروح. باي باي. حبايبي طبعا شايله هم اني بس للميك اب اللي ظليت يمه ظليت يمه صراحه مو كل شيء هوايبي بس ساعه بي طبعا هسه الولد يقولون ظلي ساعه بالميك اب المهم ظليت ساعه بالميك اب تقريبا وراح يروح بس عادي. فكمل الفيديو للنهايه انا اقول لك عادي اذا خرب يعني وين ما اريد ارسم بوجهي بس اي بس وين ما اريد حتى اذا خرب لا شده اي عادي المهم حبايبي من هسه كتبوا لي انتم من الشجعون رحمه لو نور ان شاء الله يكونوا من فريقي حبايبي مو تنتظرون مثل فيديو الاندومي ما اريدكم تنتظرون الى ان يخلص الفيديو تشوفون من الفايز تشجعوا وتكتبوه لانه احنا حنجيب ورقه وقلم وعلى صفحه حنكتب النقاط كل واحد كم نقطه فاز فعلى مود نشوف اريد اشوف من الشجعون فكتبوا لي من هسه بالتعليقات التصوير هالمره شلون هيك موقفته حلو المهم حبايبي فقبل لا يخلص الفيديو كتبوا لي جواب التعليقات انتم فريق تشجيع نور لا رحمه المقروده لا رحمه ان شاء الله يكونون من فريقي حبايبي احنا شكلنا اثنيناتنا راح نخسر لانه واحد للثاني جايب اسئله صعبه مرة في حينا زارنا فيل اللطيف قال لنا برفق ليس هناك ما يخف نحن الخير بطبعنا لا نرضى بالضعيف واو حصيصان نور اش صايره مكروهه جبنا حاليا هاي اول شغله ما اعرف اذا تبيني لكم او لا وهاي الالوان شعرها جبنا حاليا الدفتر راح نكتب بيه نقاط عم منها نشوف من الفايز نسوي حجره ورقه مقص من ثلاث مرات اللي يفوز هو اللي بدي يسال الثاني اوكي يلا حجره ورقه مقص حجره ورقه مقص واحد حجره ورقه مقص اثنين حجره ورقه مقص ثلاثه ولا واحد فازت ولا نور تغشين اول سؤال يقول ما هو اقرب كوكب للشمس ايه طبعا بالمناسبه انتم همينا ويانا جاوبوا شنو الاسئله اللي تعرفوها شنو ما عرفتوها انا بدي اشوف كنا معلوماتنا العامه شلون اول خيار عندك كوكب عطارد ثاني خيار كوكب الزهره ثالث خيار كوكب الارض عطارد صحيح حنحط للي يفوز شخطه واللي ما يفوز نعوفه طارق يعني اول وحده سهله النحله ترفرف بجناحيها في الثانيه الوحده بمعدل
اول شيء 350 مره وتقول سهله شنو السنه قبل كنت نحله قبل اني اول خيار 350 ثاني خيار 180 ثالث خيار 90 غلط 350 يعني تقدر تشوفون لي سوري سوري سهله وتقول سهله او اسهل يعني اقرب كوكب للشمس من احنا وبالابتدايه ماخذي لو ايش قد ترفرف النحله ايش قد ترفرف بالثانيه الوحده نور هاي والله ما كاتبين اسئله سهله فضيها عاد صار السنة ما قلنا هالقد شوف شو راح اسوي بيتش ولي يا رحمه ترى ما بحبها أش؟ لا تقول تحرق. ما هي مدينة التلال السبع؟ أول خيار باريس، ثاني خيار روما، ثالث خيار لندن. روما. أشوف عيني. إيش يبكي يا صغيرة؟ ما اسم اللون الذي لا تستطيع النحلة رؤيته؟ يعني كلبت بالنحلة كلبت. نحلة لأنه أنا عسل. أول شيء الزهري، ثانيا الأبيض، ثالثا الأحمر. أبيض. في أي شهر اندلعت الحرب العالمية الثانية؟ مفروض دارستي وتعرف. يلا قولي. أول واحد أغسطس، ثاني واحد سبتمبر، ثالث واحد أكتوبر. أكتوبر. أغسطس. سبتمبر. ما شنو بعد خسارتي. كم عدد فقرات عنق الزرافة؟ أول خيار سبعة، ثاني خيار عشرة، ثالث خيار ثمانية. ثمانية؟ سبعة. يلا داري. ما هو الخليج الأكبر في العالم؟ خليج المكسيك، خليج العربي، خليج البنغال. عربي؟ غلط، خليج المكسيك. والله شكيت، والله شكيت بالمكسيك بس أنا زمالي. والله شكيت بقبال الزرافة. كان المفروض انتي زرافه كان المفروض اعرف بس لا بدات اقدر اخذ نوره بجديه وقعدت ضمعتش لا لا شنو لا على عيني شو راح اسوي بحواجبك تم تاسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1951 1981 1971 71 غلط ليش كذبين؟ 1981 حبايب طبعا حاليا راح ناخذ لون كلش حلو هاي اكثر دولة اشتهرت بالسوشي الصين اليابان اليابان تركيا اليابان صحيح 1 hour later شو رحمي ها دوري انا اسالك رحمه عاد غلط نلعبها من وراك انت خربطتين قلت لك من انت تجاوبين غلط احنا ايش سوينا اخر شيء اصبر اذا نتذكر انا اعطيك اسئله كلها سهله كلها بالمدرسه ماخذيها انت تطين النحله وما ادري شنو يلا ترى هذا هم ماخذي بالمدرسه اي ما هي اول جريده عربيه يتم اصدارها اول شيء جريده الوقائع المصريه ثاني شيء جريده اللواء ثالث شيء جريده الوطن الوقائع المصريه يلا محمد الغزنوي هو أول من أسس دولة إسلامية في الهند ثانيا السعودية ثالثا الصين الهند صح كم هو عدد اللاعبين في مباريات كرة القدم للفريقين هذا الولد هذا الولد أكيد السؤال كله يعرفه الولد بس يلا 22 لاعب ثاني شيء 23 لاعب ثالث شيء 24 لاعب قال أجرب أحسب اللي أعرفهم نيمار ميسي كريستيانو بيبي شو اسمه 22 صحيح ماذا اخترع العالم مورس اول خيار الهاتف الخلوي ثانيا التلغراف ثالثا الشعاع الضوئي التلغراف عفيه من هو الحيوان الذي يصاب بالحصبه مثل الانسان الاسد ثاني شيء القرد ثالث شيء النمر القرد القرد ما مقدار الدية التي تجب دفعها على إحدى أصابع اليد والقدم إذا فترت؟ أول شيء الربع، ثاني شيء العشر، ثالث شيء خمس. لا واثقة من نفسيها. ما هو الحيوان الذي يمتلك أكبر ذاكرة في العالم؟ لعبتي نفسي بالحيوانة. أول شيء الأسد، ثاني شيء الجمل، ثالث شيء الزرافة. جمل.
شوفي انا لسه الاستكشاف شلون سهل نقطه وشوفي انتي اللي تساليني يعني يلا كملي دسوين بعرفتي تغلطين نفس الغلط شنو انا ما غلطت انتي غلطتي شنو تطلعين الوان هاي لا ما غلطت يعني يعني باعي ما هي اقوى عظام جسم الانسان اول شيء عظمه الرسغ عظمه الكعبين عظمه الفخذ فخذ شوفي وش عجب سألتي سؤال بيه خطاً قالت عجب أين توجد أعلى نافورة ارتفاعاً في العالم؟ باريس، ثاني شي جدة، ثالث شي دبي جدة؟ شو كيف جدة تختارين؟ يلا صحيح صح؟ دورك ما اسم العالم الذي اخترع جهاز التليفون؟ 1 hour later أين يوجد جبل الرحمة؟ رياض، مدينة المنورة، ثالث شي مكة المكرمة مدينة المنورة؟ غلط أنا أعرف إذا سادة تختارين كل بالنص لا والله غلط والله العظيم مكة المكرمة تعال خلي أشوف وجه نظام الحكم في جزر القمر الاتحادية الإسلامية أول شي جمهوري ثانيا ملكي ثالثا نيابي نيابي غلط جمهوري هنا يقع معبد الكرنك عبود؟ لا طبعا أهدر بنجاول من يمهم الأقصر؟ غلط أحب كتاب حي ابن يقظان هو أول شيء ابن خلدون ثاني شيء ابن طفيل ثالث شيء ابن عربي ابن طفيل لأن ثاني واحد تختار أنت صح لا غلط أي ما هي العملية الجراحية الأكثر إجراء للإنسان في العالم القلب المرارة اللوزتين القلب غلط اللوزتين تيجي ما ده أشوف خلي امتع نظري بوجهك يعرف علم دراسه طبيعيه الامراض واسبابها ب 1 hour later so this is love ما هي عدد ايام السنه الكبيسه اول شيء 360 يوم 364 يوم 365 يوم 366 يوم 366 يوم ما هي جنسية العالم الفيزيائي جورج وأهم الذي اكتشف القوانين الأساسية للتيار الكهربائي؟ أولاً ألماني، ثانياً أمريكي، ثالثاً صيني. ألماني. اختارتيها طبعاً بس هي. لا والله. أي من هذه الدول عاصمة للسنغال؟ داكار، بيدجان، ثالث شيء سكوبيا. سكوبيا؟ غلط. داكار. هيب سوي. مندار عليه؟ الله. شفت نفسي محكمة ما أول دولة في العالم من إنتاج القطن؟ روسيا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا؟ غلط الولايات المتحدة الأمريكية ما هو أول مكان تم فيه اختراع البارود؟ أول شيء الصين، ثاني شيء الروم، ثالث شيء دولة عربية دولة عربية؟ غلط الصين روم؟ الصين بعدها هي فوق ما أجعلها ما سيحكين أقول لها فوق متى تم افتتاح اول مترو انفاق في العالم 1863 1750 1683 شنو اول واحد قلتي 1750 غلط يكون اخر سؤال اسال الرحمه وبعدين راح نشوف من الفاز بيناتنا استحمل الله كل متوان على وجهي ما هي الشعوب التي قامت بوضع حروف الهجاء الاغريق ثاني شيء العرب ثالث شيء الفينيقيين عرب غلط الفينيقيين 1 hour later حبايبي هسه هذا كان اخر سؤال تحدي لنا راح نحسب النقاط ومن الفايز اول شيء نبدي بنور 1 2 3 4 5 6 نور 6 ورحمه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اوكي انا طلعت الاغبى هو تحدي اسمه منو الاغبى هاي من اختراعك فانا طلعت الاغبى اعترف شوفوا جهدنا اوكي حبايبي هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو مالتنا وخلص الفيديو اتمنى يكون عجبكم وتونستوا بيه فكره جديده انا همينه فكره جديده فكره حلوه واكيد حبايبي لا تنسون تشتركون في قناتي وتعلقون وتخلون لايك وتتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي واكيد تكتبوا لي بالتعليقات شنو فكره الفيديو الجاي تحبوا وباي باي باي خلينا نشوف رده فعل رحمه انه راح تشوف وجهه طيب نور هسه راح تشوف وجهها ونعرف رياكشنها الجميل اوكي بسم الله الرحمن الرحيم
انه بصراحه ما بقي انا على الاقل بقيت لك مسافه بوجهي يا معوده يا مبقي مع وجهي والله العظيم مبقي على مسافات اسمع الحمراء لا اني ماكو ماليته صدق كذي ها شرايك يا طفول يلا ها هي باي 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 باي.